على خلاف ما كانت قد عززته الأحداث والمتغيرات التي شهدتها البلاد على امتداد تاريخها الحديث من قناعة لدى الكثيرين بعدم تأثر حضرموت المباشر بضريبة ومجريات تلك الأحداث والصراعات. كان انقلاب الميليشيا وما تلاه من تدخل للتحالف العربي وحرب السنوات الثلاث المستمرة أكثر انعكاسا وتأثيرا في واقع المشهد بالمحافظة الأكبر مساحة بالبلاد. يبدأ بسيطرة مسلحي القاعدة على المكلا وكبريات مدن الساحل ولا ينتهي بحالة التباين إن لم يكن التناقض فيما آلت إليه الأوضاع بين الساحل والوادي. فمدن الساحل الحضرمي والتي تهيئ نفسها بعد أيام للاحتفاء بذكراها الثانية للخلاص من قبضة حكم القاعدة تبدو اليوم وفي الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات التحالف العربي باليمن أكثر استقرارا وقدرة على حفظ الأمن ومواجهة تهديداته، وهو ما تمثل مؤخرا بتحرير وادي المسين من مسلحي القاعدة وإفقادهم آخر معاقلهم على الساحل الشرقي للبلاد. ولا يغيب أيضا دعم التحالف للحكومة لاستيعاب أبناء المحافظة ضمن وحدات جيشها الوطني، وهذا باب لم يكن يفتح أمامهم فيما مضى. ساهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في خلال السنوات الماضية في حضرموت في بناء جيش من جميع المناطق. في السنوات الماضية كان الجيش مقتصر على بعض المناطق وبعض الفئات، الآن كل الجيش من جميع فئات المجتمع الحضرمي، من جميع الشرائح، من جميع القبائل. هذا يؤدي إلى حفظ أمن حضرموت ويؤسس إلى أقاليم في الفترة القادمة. أما وادي حضرموت وصحرائها فكان ولا يزال أسيرا لما باتت توصف بمتلازمة الانفلات الأمني والاغتيالات المستمرة في ظل صمت متكامل الأركان مجتمعا وسلطة. يحدث هذا على الرغم من توفر ما يتطلبه الأمر للمعالجة من تجنيد وتخريج لدفع متتالية جنودا وضباط. تقول الحكومة ومن خلفها التحالف إنها تهدف لحفظ الأمن وجلب الاستقرار. فيسأل أحد في القطن أين هي مما يحصل من سفك للدم في المدينة؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.